السلام عليكم متابعينا الأعزاء. لأول مرة بدأوا يتحدثوا عن هذه القصة في إحدى المنتديات على الشبكة، وفي البداية بالطبع لم يؤمن أحد بها، لكن تبين أن القضية كانت مذهلة للغاية لدرجة أنها تبدو لي معقولة تماما، لكنني بالتأكيد لا يمكن أن أمر عنها مرور الكرام. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. بدأ كل شيء بحقيقة أن أشياء غريبة جدا بدأت تحدث في منزل العائلة الخاص. في البداية كانت مجرد أصوات خفيفة ومقاطع عالية تسمع بشكل رئيسي في الليل. استمر هذا لمدة أسبوع تقريبا، وسرعان ما بدأت الحلويات تختفي من على الطاولة من تلقاء نفسها. بالطبع لم يؤمن رب الأسرة بوجود روح شريرة، لكنهم تحدثوا بطريقة ما مع أنفسهم وقرروا اتخاذ إجراءات. في البداية وبعد اختفاء الحلويات، كان الرجل يشتبه في ابنه البالغ من العمر 5 سنوات، لكن الصبي حرك بيديه وظل يكرر أنه لا يعرف ما هو الأمر، وأصلا لماذا يبقي حلوى على الأرض. بشكل عام لا داعي للشك في كلام الطفل، وبالتالي ظهر لرب الأسرة في هذه النتيجة تخمينات أخرى. قرر التحقق من ذات الأرجل الأربعة التي تتسكع في المنزل، وسرعان ما تم اكتشاف ثقب صغير في المخزن تحت الطاولة. على ما يبدو كان ملجأ للفئران الذين يفضلون القيام بغاراتهم في الليل فقط. بعد أن أدرك أنه فأر، قرر رب الأسرة عدم تأجيل الأمر وذهب إلى المتجر. في ذلك المساء ظهرت مصائد الفئران وطعم بالسم في كل ركن من أركان المنزل. الآن سنتخلص أخيرا من هذه الآفة، قالها الرجل برضا وفرك يده بابتسامة على وجهه. بالطبع كان من الممكن أن تتصرف بشكل مختلف وتترك الفأر يدخل المنزل طوال الليل، لذلك علق الأب أمالا كبيرة في الفخاخ. لكن لدهشتهم سمعوا أصواتا ساخبة مرة أخرى. اتضح في كل مكان أن القوارض الصغيرة تجاهلت الطعوم الموضوعة، وكأن شيئا لم يحدث. في الصباح قام الرجل بفحص الفخاخ بنفسه، وتفاجأ عندما أدرك أن الحيوان الماكر لم يلمس الطعم. بالطبع لم يتخلى فلاديمير عن محاولة اصطياد حيوانات الليل، ولكن جميعها كان متوقعا. لم تنجح الخطة، لكن أرتيميو الصغير ابتهج بهذا الأمر أكثر من أي شيء آخر، حيث كان وجود حيوان صغير أمرا رائعا. وفي كل مرة من دون أن يلاحظه أي أحد من والديه، أعطى الطفل الأكل للحيوانات. بعد أيام قليلة لاحظ الأب كيف يترك الصبي الحلوية للضيوف، وفهم أنه بهذه الطريقة أنه لن يتخلص بأي حال من الأحوال منهم، وحتى أنه بعد ذلك قرر معاقبة الصبي. والأرجح أن هذه قصته كانت ستكون كلها غير مألوفة لنا. ولكن بعد أسبوعين حدث شيء جعل العائلات تؤمن بالمعجزات. ذات مرة وفي منتصف الليل تقريبا، عندما كانت الأسرة نائمة، سمع صرير خارق في المطبخ والذي يشبه في شدته الموجات فوق الصوتية التي يمكن أن تؤثر على أي شخص. من جانب بدا الأمر كما لو أن القارض قد أصيب بالجنون. لم يتحمل هذا، فنهض الرجل من السرير لطرد القارض. الشيء الغريب هو أن القارض لم يهرب منه، لقد وقف في منتصف المطبخ يصرخ بصوت عال على الرجل. كان الأمر مضحكا هذه المرة، لكن سرعان ما أدرك رب الأسرة ما هو الأمر. بعد بضع ثواني شم رائحة، وعندما أدرك أنه لا يجب فتح الضوء لتجنب ظهور شرارة، سرعان ما فتح النوافذ والأبواب الواسعة، وبعد ذلك أيقظ زوجته وابنه الصغير. أعتقد كما فهمتم بالفعل إنه غاز. كما اتضح فيما بعد، بعد وصول عمال الحالات الطارئة حدث تسرب غاز في المطبخ نتيجة تدهور خرطوم مرن. لكن لم يكن هذا هو ما فاجأ الرجل على الإطلاق، ولكن الصورة التي رآها بعد ذلك بقليل. عندما كان جالسا على مقعد، ركض الجرد نفسه من الباب إلى الشارع، وبدأ الحيوان يقف على رجليه الخلفيتين. نظر إليهم بعيونه اللامعة، فنظر الزوجان في مفاجأة إلى ضيف الليل الذي بدأ أنه ليس خائفا بعض الشيء. بعد ذلك وبعد لحظات قليلة اختفى ضيف الليل في اتجاه غير معروف. في تلك اللحظة بالذات ظهر صدى معين في رأس الرجل، وتذكر كيف كان ابنه يطعم الفئران بقطع البسكويت، وأيضا حقيقة أنه أشفق عليهم. وبعد يوم واحد أزال جميع الفخاخ، فربما برائحة الغاز رفعت الفئران مثل هذا الضجيج لتنبيه السكان الذين اعتادوا عليهم في هذا الوقت. ربما بالطبع هذا كله خيال، وكانت خائفة من رائحة الغاز،
لكن الحقيقة تبقى أن الفأر هو الذي أنقذ حياة جميع أفراد الأسرة. والشيء المثير للاهتمام في الأيام القليلة المقبلة، فقد ترك فلاديمير شخصيا مع ابنه الطعام عند المدخل، لكنه ظل على حاله منذ ذلك الحين. اختفى الضيف غير المدعو من المنزل ولم يره أحد مرة أخرى. حالة غريبة تترك العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الحيوان يتصرف بوعي. من الصعب الآن التحدث عنها، ولكن هنالك شيء واحد معروف، أنه إذا لم يكن هنالك فأر وقت تسرب الغاز في المنزل لكان كل شيء سينتهي بشكل مأساوي. ما رأيكم أنتم بهذه القصة متابعينا الأعزاء؟ أخبرونا بأرائكم في التعليقات أسفل الفيديو. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.